قرية ود الأبيض تتخذ موقعها في محلية أم القرى بولاية الجزيرة على الطريق الرابط بين ولايتي الجزيرة والقضارف، على بعد 35 كيلومترا من مدينة ود مدني. اشتهرت هذه القرية بالتصوف والمتصوفة، حيث أسسها الشريف إبراهيم وشيد الخلاوة لتعليم القرآن الكريم وأصوله، وتوافدت بعد ذلك الجماعات والقبائل لتتخذ من قرية ود الأبيض موطنا لها. هذه القرية أسسها مولانا وشيخنا الشريف محمد الأمين ود الأبيض في عام 1850، وبها عدة قبائل، فيها الجعلين وفيها الشكرية وفيها الكواهلة وفيها مختلط من القبائل يعني. وهذه المنطقة منطقة دينية، وبها مسجد وخلاوي للقرآن الكريم، ومنطقة صوفية، وسكانها يعني ينتهجون المنهج الصوفي يعني، ويقتدون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيها قرابة 4000 يعني، 4000 من السكان يسكنون ود الأبيض يعني. وما نراه هذا اليوم يعني ثمرة لاحتكاف 10 أيام لإحياء سنة الأولين، حيث هذا الشهر المعظم كان من عهد الجاهلية كانوا يعظمونه، واقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والاحتكاف أسس شيخنا الجليل هذه الأيام، ومدة 10 يوم من يوم 16 إلى يوم 7 يوم 26، ما يصادف 26 يصادف ليلة الإسراء والمعراج. الله سماك الرسول مرسول لكل مكة، حبيبي مرسول للملائكة الرسل والنبياء. القرية بود الأبيض تيمنا بالشريف الصديق، والذي كان يسمى بالأبيض لبياض بشرته، وذكر أن رحلته بدأت من الطائف قاصدا السودان بهدف نشر تعاليم الدين الإسلامي وتحفيظ القرآن الكريم والإرشاد، ويجلس الآن على سجادة الخلافة للطريقة القادرية الأمينية الخضرية الشيخ الشريف عبد الله الشريف محمد الأمين الشريف إبراهيم. يعني سمي ود الأبيض لبياض جسمه حين أتى من الطائف من السعودية، فهو مقره ومكانه وأهله وعشيرته ونسبه كله في الطائف. فحين أتى من الطائف وجاء على متن البحر الأحمر على فروته التي يصلي عليها، وخاض بها البحر الأحمر إلى أن جاء في السودان. الكلام منتين؟ ده تاريخ بعيد يعني، أكثر من 500 سنة ولا حاجة زي دي يعني. لنا أغلى حاجة 7 أجداد في السودان، والما باقي هنا كله في الطائف. واختاروا المنطقة دي ليه تحديداً يعني؟ نعم، اختاروا المنطقة دي ليه؟ والله بأمر يعني، ما اختار ساي، اختار بأمر يعني، هو ما جاء ساي، ويعني ماشيين معه أهله وأخوانه كلهم لحد ما وصلوا البحر. هو لما خاف في البحر هو وقفوا، فقلنا بيقولوا له هذاك ترى وهذاك ترى اللبيط، هذاك اللبيط ذاك ذاك اللبيط لا انفات. فدي المناسبة كلها. لا من جهة هنا أسس شنو يعني؟ أسس يعني من أول حاجة سكن القضارف، هذه القضارف الحسة دي، واللي هي عند الطين والبلد ده يعني، كان الشريف الصديق الأبيض ولا أن دفن في غارنقو في جبلنقو في شمال مشدرة، مش كده؟ نعم، في شمال مشدرة. وتأسس منا أبناءه كلهم 7 إلى أن آخر من الشريف إبراهيم ده يعني جاء على راكب على الجمال وعلى نائب عشيرته يعني أهله كلهم. فلما بقى في البطانة وماشي جاي برضو يعني برضو هو ما جساه، جا بأمر يعني، ما بيجساه يعني، نزل بيجو أي خطوة بيخطوها بيأمر ما بيخطوها.
يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج، وكأن كل شيء هنا يتحسس طعم الاحتفال بالمناسبة، فالمكان في حركة دؤوبة يملأه المريدون وهم جماعات في مدح وذكر وعبادة. سلام الله على الزهد الغرورة رجال الله الصائمين الدهورا، يوال الذكر في طول الليالي، يديمون النظر للحي القديم الباقي سترا. من هنا من داخل هذه الخلوة تبدو مظاهر الاعتكاف جلية بعد أن اعتكف المريدون لعشرة أيام وهم في صيام وعبادة، وهذا اليوم الذي يوافق ليلة الإسراء والمعراج هو يوم خروجهم من خلوتهم هذه. الاعتكاف هو غض البصر وفيه العزلة التامة عن الناس والونسة وفيه عدم التصنت وفيه الصيام، صيام يعني على زي ما بقولوا على القرضة، يعني ما صيام عادي كذي. الإنسان بيفطر على شيئين بس ما أكتر من كذي، بيفطر على النشا كوز بتاع نشا أو أكتر من الكوز بحاجة بسيطة في الإفطار، وكوز في السحور بعدها، ومع الإفطار والسحور بيشرب معاه شاي مر يعني من غير سكر من غير ملح من غير إيش، وبكون في يعني في رياضة روحية كذي، وبكون يعني وضعه مختلف، الإنسان في نشاط وفي همة وفي اجتهاد شديد في العبادة، ويكون في موالاة للأذكار الأعداد السبعينية والصلاة النفلية والاستغفار والصلاة على النبي بجميع أنواعها. فبيطلعوا الفقراء في يوم 26 اللي هو يعني اليوم ذاته في ليلته بنحيي الليلة إحياء ليلة الإسراء والمعراج. وللمدح أن يعطر دواخل هؤلاء إحساسا صوفيا تتسامى في حضرته الأرواح، وليس هذا بغريب على من بالعشق الروحي تضمخ وجدانهم. ادعوك يا واسط الخلق مقام الأسلف بلغوت وإيمان، طيب الخلق صحبت البايع تبعوا مدى الأزمان، في شرك وشرك وغيره خبرات تركوا حذر ملان فوق شرع على من في الولاء يبقى في هذا الآن، ثم رأي القرى سريع لمهله صياح في كل مكان، في شرك وشرك وغيره لاحظت تزعد المجرم بنور وحكم قرآن وعلم صدر ملان، في شرق وشرق وغيره قباد برقو حذرنا الله، زرعوا عزيز نسبوا لك فرعوا عظيم الشان، أيستحوى القناة في العو يا قاصي النهين قرعوا من أمن كان، في شرق وشرق وغيره قباد برقو شكك تعالي سكرون سنة طلق في الأمة بيسو حمى البحر بميسو سقل بنيان، في شرقو شرق وغيرو خباد برقو حذر الله، في عزازو وقاصنا الأرض نزازو صفي الأبلا طلب من نغضة بيجازو وكرسي المملكة حازو ولي سلطان، في شرقو كمل لي صاحيا فكروا للحيرة تراه جلس لواحي كروه وجاب صفيت الليل عكروه في السودان، في شرقه شرقه وغروب خباد برقو حذر الليل، ويشكروه كمل لي صاحيا فكروا للحيرة
تراه يا الازلاح يقروا يا صفايت ليل يقروا في السودان في شرقوا شرب وغروب خبات برقوح يا بعيد ميسو يا مشكيك تعال قيسو غيرو لسنا طلق في الأمة ميسو وحمر بحره ميسو سقى البنيا. هذا الحضور والذي يرتسم على أرجاء القرية في مسيدها وخلوتها يهب وضع الأبيض أنفاسا خاصة تتصاعد وتتسارع مع مقدم المريدين الذين يقصدونها من أغلب ولايات السودان للمشاركة في هذه المناسبة إحياء للذكرى السنوية للإسراء والمعراج. الحمد لله، يعني كل سنة بتقام الرجبية دي هنا في منطقة أبونا الشريف عبدالله الأبيض، بيحضر لها كل المريدين والأحباب من شتى بقاع السودان. يعني أسعدنا أخواننا هنا من الدمازين ومن كسلة ومن بورسودان ومن خرطوم ومن مدني، فكلهم يعني بمختلف أجناسهم ومذاهبهم وظروعهم، كلهم يجوا يحضروا هنا سنويا لكي يشاركوا في الاحتفال ده ويحتفلوا العشر أيام دي يعني لوجه الله. فالحمد لله نحن باسم جاي من خرطوم عشان نحضر العشر أيام دي هنا ونحتفل فيها الحمد لله لوجه الله، لا لسمعة ولا لجاه، ابتغاء وجه الله عز وجل. الناس هنا بشكل يعني تداخل مع بعض كيف يعني؟ الناس في الداخل كلهم لمتنا الطريقة أبونا الشريف عبد الله الضلبي، الطريقة الغادرية الأمينية الخضرية، فكل الناس بيجتمعوا في خلوتهم وبيقوموا بدورهم يعني وبيجمعوا بيخرجوا الليلة إن شاء الله يعني في احتفال كبير. تحتفلوا لحد الساعة كم كذا؟ يعني الاحتفال يبدأ من بعد صلاة العصر. وما شمتت فيك البتا وقولك كما شمس الصباح كانت تزغرد 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 كل ما تلقد مصارين الجراح كانت ملخبطة بالوجع لا غنى خاطرة لاستراح وهسع وكت كل الخلوق تفتح خشومة تجهي فيك راجيات تهز قلبك وكت يتنحنح الحزن الجواك افتح عيونك ضفتين شريان ضخل النيل دموع وريد صد الوجع عليك ما تشتغل بالهم وكت يكتر عليك وما تنشغل والله ساعة الحارة كان حفيانة بتدرع قماش افراحي وتوكل وجيك يا فرحة مالك تندهيني غياب محل ما اشتهيك يا وجعة مالك يا تقول خلقونا من فدة التراب مالك تكلكلي في صغار دمعاتي هذه المرة شريان القلب حالي في ضويقك العذاب مالك محل ما نبني للأفراح رويكيبة ونغم نلقاكي زي رقراك شمش بيدخل علينا من أي باب مالك سألتك باللذيلة بموت ولا منك بهاب وأنا يوم سكونك بندفق ريقين من الغنى والسرور يوم سكونك بندفق ريقين من الغنى والسرور نفسين من الضل ساعة الشمس اللي بتقلي البن تلاقيك وشعاعين في الظلمة القاسية وإحساسات نور وقول تصاوير من خيال إن البنية اللي كنت يوم تزعل عشان عاشق غيور كانت تراضيك إنه غيرك يا ضر الرجال ساعة الحارة حرم ما بدور. البنية اللي كنت يوم تزعل عشان عاشق غيور كانت تراضيك إنه غيرك يا ضر الرجال ساعة الحارة حرم ما بدور يا زول بزخ حنية نوبة ودين وحولية وبدور يا زول وكت ينضم بصين كل الحضور يا زول وكت يفتح شراع الحين بتتعلم صغار القسوة والقيف والطيور يوم ذاك تتذكر وكت كان قلت لي نمشي البحر حميت عشان كانت مواعيد مرقة الحورية جنية المغارب كنت بتوقع حضوره عشان وقت جيتك تصين كل موجة في عمق المحيط كل اتساع للموجة برجاك اشتهى العطشانة لموية المطر كان يوم حضورك ضقة الزار لشياطين عشقي كان حولية كان رنة وتر كان اي حاجة بتفصل الروح عن دعابة الخاطر المليان سكر كانوا لسه انت ركاست البسيط كان ولسه انت ركاست القصيد لسه تفاصيل اشتهى الدم للوريد لسه صغار الحلة بيستنوك عيد لسه شيوخ الخلوة منتظرين رجوعك للمسيد لسه بتلفظك الحروف شان القلم برجات مستف روح وريد لسه حريم القهوة فاقدات جنزبيل النشوة والبن مر عشان كنت بتطعم اي فنجان قهوة باحساس جديد اتخيل الناس قاعدة تتوقع مروقك مني من رحم القصيد والناس تتاوق ليك من باب الحزن ترجاك عيد وانت بتوانس في ضر الإحساس وفي فضلة بكاري القهوة مالك يا عشاي
مالك وكت سميتك الضل البقيف برجاه وما هماك حفاي؟ مالك وكت سموك عكاز دعماي؟ مالك وانا تحديت حبالة وتاري ما سامع غناي؟ مالك اذن خليني ساي وانا من زمان كان اقتنع انك رفيق زولا سواي، لكن محل ما فوت بعيد بلقاك في كريات دماي، بلقاك في شهقة زفير انفاسي من احساسي جاي، والقاك اذا خارت قواي مصدر وهج روحي وقواي، والقاك في كفتيرة امي الغالية شاي، والقاك معاي، والقاك في كفتيرة امي الغالية شاي. هم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تاتيهم سنة الأولين أو ياتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القري أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا
فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تاويل ما لم تسطع عليه صبرا صلى الله على محمد. عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام اقرأ فلان فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو قال تنزلت للقرآن أخرجه مسلم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ 10 آيات من آخر الكهف عصم من الدجال أخرجه مسلم. من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر
إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بيس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة
بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا صلى الله على عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فكان أكثر خطبته ذكر الدجال يحدثنا عنه حتى فرغ من خطبته فكان فيما قال لنا يومئذ يعني في الخطبة إن الله تعالى لم يبعث نبيا إلا حذر أي هذا النبي أمته الدجال وإني آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو فيكم بعدي لا محالة يعني خارج فيكم بعدي لا محالة فإن يخرج وأنا بين أظهركم فأنا حجيج كل مسلم وإن يخرج فيكم بعدي فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه يخرج من خلة بين العراق والشام والخلة موضع حزن وصخور أي موضع فيه صخور فعاث يمينا وعاث شمالا يعني يفسد ويأخذ الناس يبطش بهم بغير رفق يقول صلى الله عليه وسلم يا عباد الله فاثبتوا فإنه يبدأ فيقول أي الدجال أنا نبي قال صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعدي ثم يثني أي الدجال فيقول أنا ربكم قال صلى الله عليه وسلم وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا أي لا يفتننكم الدجال بادعائه الربوبية بعد الأعمال الخارقة التي يفعلها فإن دليل كذبه أنه يرى والله لا يرى في الحياة الدنيا وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا وإنه مكتوب بين عينيه كافر بين عينيه قال بعض العلماء يعني على جبينه يقرأه أي يقرأ هذه العبارة يقرأها كل مؤمن فمن لقيه منكم فليتفل في وجهه وليقرأ فواتح سورة أصحاب الكهف أخرجه الحاكم وصححه وأخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه العلامة الألباني في صحيح أبي داود فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن
أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا صلى الله على محمد. عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدات فخفض فيه ورفع يعني خفض فيه يعني حقر من أمره ورفع أي رفع من ذكر خطورة خروجه فخفض فيه ورفع حقره لذاته كدجال ورفع من شأن خروجه وعظم فتنته حتى ظنناه في طائفة النخل يعني خروجه قريب جدا فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا أي النبي صلى الله عليه وسلم رأى أثر الخوف على وجوههم فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال ذات غدات فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل فقال صلى الله عليه وسلم غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم يعني إن خرج الدجال وأنا موجود بين أظهركم فأنا له أتصدى له وأنا حجيجه وإن يخرج ولست فيكم أي كنت قد مت فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه أي الدجال شاب قطط أي شعره مجعد ليس شعرا ناعما إنه شاب قطط عينه طافئة طافئة يعني لا نور لها كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن رجل من المشركين يعرفه العرب وتعرفه الصحابة فقرب لهم الصورة بأن الدجال يشبه عبد العزى بن قطن فمن أدركه أي أدرك الدجال فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف أخرجه مسلم. القلب أشلاء فيشجيني وإن حدا الركب عن قرب فخبرهم بأن في الحي من تفنى ليأتوني فهل ترى يحمل شوقا أنوء به إلى الأحبة قد والله أعيوني أحبتي قسما ما فارقت خلدي أطيافكم أبدا ولو إلى حين ما زلت أذكر نهر القاش منهمرا والطير تصدح والأغصان في ليني والورد يضحك والأنسام في دعة فأين قرطبة في شهر تشرين أواه كسلا يكاد الشوق يقتلني وذكرياتي بذاك الحي تفنيني ولهف نفسي إلى رؤياك يظمئني من يأتني قطرات منك ترويني أنا ما جفوتك عن سأم ولا ملل لكن دعتني المعالي غايتي ديني وجئت يا كسل الخرطوم تدفعني الآمال والشوق للنيلين يدعوني لكنني لم أجدها مثل ما عهدت أما رؤوما لفقدي قد تواسيني فهدني ألمي واشتد بي سقمي واشتقت يا حلمي للأرض والطين للقاش للباسقات الخضر يطيبها في الشط فوح أريج للبساتين للفجر يطلع من توتيل مبتسما وللأصيل
للفجر يطلع من توتيل مبتسماً، وللأصيل إذا حياك يحييني. شكراً لكم. عش للقصيد أيضاً من القصائد القديمة، وأختتم بآخر القصائد. كم قلت لك إني أخاف عليك من درب طويل، كم قلت لك عنة مسافات الطريق وزادنا دوماً قليل، كم قلت لك إني أحاذر أن نحار إذا مضينا ثم لا نجد الدليل، ومضيت رغمي يا فؤادي لم تعد، وهتفت أسترجيك عد، وهما ظننت الماء ذياك السراب، ومضيت تصرخ في ما بيدي أسافر في اليباب، وأنا وراءك في القفار أهيم والأرض الخراب. قد كنت أخشى يا فؤاد عليك من طول السفر، قد كنت أخشى الليل حولك والبروق وعاصفات الريح تزأر والمطر، قد كنت أخشى أن أقول لك ارعوي فيجيب منك الدمع كالمعتاد، ما بيدي ولكن ذا القدر، وضللت قلبي في الطريق نصبته في الحالكات سنابريق، فرحا تغني للمساء ومصبحا تشدو كما الطير الطليق. عش للمساء وللنسائم والسحر، عش للعشيات المبللة الثياب من المطر، عش للقصيد يزور بيتك رائعا مثل القمر، ودع الترحل في دروب الشوق، درب الشوق يا قلبي وعر. شكرا. لا بد أن أقرأ شيئا عن هذه البلاد. قصيدة ترنيمة الغفران، أحيانا يخيل إلي أن هذا السودان العظيم الضارب في القدم حضارة ورسوخ قصده التضليل، قصيدي واكتبه بيدي بوسط الحظر، لكني عشقت البدو والصحراء ويعجبني صهيل الخيل، بقيت أنا سكت منه سعى في يوم ينكرني، وشعري صار يتحدى بشموخي، واجه رياجيل ولا يحسب إذا وقف خصل شعره بيجذبني، إذا ما ينسف الغترة أنا مالي الدربة هميل، وقل له وقت ما أفكر أحب إنسان ويحبني أبيه يكون رجال، إنه ما هي بحاجة للتحليل. وقل له وقت ما أفكر أحب إنسان ويحبني أبيه يكون رجال وما هي بحاجة للتحليل، وقل له يلزم حدوده، وقل له يلزم حدوده ولا يقرب أبد مني، لأني لا قفل عقلي أنسيها الصبح والليل، وإذا ما كان يعرفني أو إنه ما سمع مني أو إنه ما سمع عني أبي توصيه ليقرب شارع بهن وهنبيل. يبون موال الشباب، موال. والله مو محافظة. هذه لكم أنتم. أحبك يا بعد حي أحبك، أحبك يا بعد حي أحبك، والهوى غالب عشقتك، والغلا صار متوسد مني وفيا، خذيت قلبي وعقلي غدا يصويح بيضارب، وعيني لا سمعت اسمك تطير هناك وهنية. أحبك يا بعد حي أحبك، والهوى غالب عشقتك، والغلا صار متوسد مني وفيا، خذيت قلبي وعقلي غدا يصويح بي ضارب، وعيني لا سمعت اسمك تطير هناك وهنية. تجنن صاحبك رسمي وصار من الهوى ذايب، دخيلك ارفق بحالي وهدب لعبك شوية، لأن كل ما سرح فكري وتذكر عقدة الحاجب يزرع عقلي ويرسم لي قصص وافلام هندية.
أنا نصاحبك رسمي وصار من الهوى ذايب، دخيلك ارفق بحالي وهد بلعبك شوية، لأن كل ما سرح فكري وتذكر عقدة الحاجة بيزر عقلي ويرسم لي قصص وافلام هندية، أحس إن عينك الشرطة وقلبي مجرم هارب، إذا ينخش عن قلبك تجي عينك بدورية تصيده تسجنه ترحل تصيده تصيده تسجنه ترحل تعشمه بأمل كاذب وترسم بالوعد حوله صور وأحلام وردية، وإذا شفتك أنا بعيني أحس كل شيء متضارب كأن الأزرق مقول على مرمى السعودية. من زمان ما صارت. إذا شفتك أنا بعيني أحس كل شيء متضارب كأن الأزرق مقول على مرمى السعودية، لكن الأزرق تحول زيرق واللعب خايب، ولكن الأزرق تحول زيرق واللعب خايب، وحبي فيك صار أول وكل شيء صار تالية، ودي لو يمر الوقت وما أشوفك أبد غايب، أبي ذاك الغزل يملي دقايقنا الإضافية، تمغنط خافق بحبك، تمغنط خافق بحبك كأنه موجب وسالب، تجاذبنا يجي فطرة بلا فطنة رياضية، وحتى بالشعر كنه قصيدي منتي وخارب، أبي أكتب قصيدة مدح تطلع لي هجائية، وحتى بالشعر كنه قصيدي منتهي وخارب، أبي أكتب قصيدة مدح تطلع لي هجائية، جنوني فيك عذبني وغير الوصل مطالب، دخيلك بالوصل عجل ترى بنجن مولية وسلامتك. أمسية وإعلام وأضواء وصحافة، وأنا لو وقفت ما بيني وبيني أتساقط ضيق وإحباط وحسافة، كني أخنق حلم عمري في يديني. محمد جار الله السهلي. الله لا يهينك. طبعا تحية للمخرج خالد كريدي السبيعي. المخرج خالد كريدي السبيعي طلب مني قصيدة قبل لا أدخل، أنا القصيدة والله ما كنت ناوي أجيبها في الأمسية، لكن عشان أبو فهد